إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم، قناة لم يعرف الكذب. سنقوم بتحليل سهم جوجل. كنا قد حللناه قبل شهر، وما توقعناه حصل بالملي حتى قبل حدوث هذه الأخبار الأخيرة اللي عندها علاقة بما يقع حاليا في الشرق الأوسط، وكذلك انهيار السوق الأمريكي. كل هذه الأمور كنا توقعناها قبل بأكثر من شهر فقط برؤية البنيوادية، قوة التحليل الموجي وبرايس أكشن، قوة المنطق. ترى بعينك ما يحدث في الشرق وتقوم بإسقاطه على المستقبل وتتوقع ما الذي قد يحدث بنسبة دقيقة جدا، قد تصل حتى إلى 95% وستعرفون هذا الأمر اليوم انطلاقا من تحليلنا لهذا السهم، سهم جوجل. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ولا بأس أن أشارك معك أرباح بعض الإخوة المشاركين في دوراتنا. تعرفون نحن لا نعطي توصيات، نعلمك تحترف تبدأ بتحقيق الأرباح. هذا هو الطريق، تتعلم تحترف وتبدأ بتحقيق، أو تتعلم تبدأ بتحقيق الأرباح وبعد ذلك تصل إلى مستوى الاحتراف الذي تصل فيه الأرباح قوية وقوية جدا. لكن هناك نسبة قليلة هي التي ستصل إلى المستوى الناس الذين يتعلمون ويعطون مجهودا كبيرا، وليس الطماعين الذين يريدون فقط الربح دون عمل مجهود. إذا لاحظوا هذا الأخ في سوق الفوركس في اليو اس دي جي بي ويحقق 141 دولار، في الاوزي تشيفي يحقق 18 دولار، في البيتكوين 14 دولار، في اليورو دولار 5 دولارات، يعني في المجموع يحقق تقريبا 180 دولار، 4 صفقات كلها ناجحة. يقول عندما تدرس الموجة وتتوكل على الله لا يوجد عمل من غير التعب، بالتوفيق لجميع الطلبة. صحيح أخي الكريم، أخ محمد يحقق 349 دولار من صفقة واحدة، يعني سعر العرض مرتين في صفقة واحدة، ويعني هذا يدل على قوة ما نقدمه، وأنك إذا اشتركت في ما نقدم من علم لن تخسر نهائيا فلوسك يعني. كذلك هنا الأخ حسن يحقق أكثر من 1500 دولار ربح في هذه الصفقة على البيتكوين، كما تلاحظون 1500 دولار ربح. هنا كذلك هذا الأخ يحقق تقريبا 131 دولار ربح، 131 دولار ربح من هذه الصفقة كما تلاحظون 131، يعني كذلك هنا 1523 دولار ربح من صفقة واحدة، يعني أرباح قوية أخواني أخواتي. يعني إذا بدأت أشارك معكم الأرباح لسنوات ولسنوات، ستبدأون برؤية قوة علم المنطق، قوة مدرسة العلم في الكذب، وهذه هي يعني هذا هو أساس احتراف التداول. هذا العرض الذي لن تجدوا أفضل منه، لأنه عرض متكامل به جزء نظري اللي هو الفيديوهات تدرسها، ضروري أن تدرس، ضروري أن تجلس وتدرس، ضروري. لا يمكنك تعلم مجال دون الجلوس والدراسة، وهذا ما يكرهه 95% من الناس، لا يريدون الجلوس والتعلم مع الأسف. إذا الدراسة أولا، جزء نظري ثم الجزء التطبيقي اللي هو قناة التحليلات اليومية، أفضل قناة في العالم العربي، لأننا نحلل معك يوميا كل الأسواق وترى بأم عينك ما نحلل يحدث بنسبة 90 ل 95%، لا يوجد أفضل منها من هذا تطبيق. إذا التطبيق، لذلك ترون الأرباح تتحقق القوية، لأن هناك قناة تحليلات اليومية نطبق فيها يوميا يوميا، وهي سبب تحقيق هذه الأرباح، لأنها تساعدك على فهم كيفية التعامل في السوق. إذا أردت الاشتراك في هذا العرض القوي الذي لن تجد أفضل منه، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك هو الرابط، اضغط عليه توصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك. تبدأ رحلتك نحو الخمسة من الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسر. قبل شهر كنت في، يعني تقريبا قبل شهر، قلنا أن هناك فرصة رائعة في سهم جوجل، ها هو موجود، شاهدوه، يمكنكم الذهاب إليه وفي تقريبا 14 دقيقة يمكنكم مشاهدته. تحدثنا عن فرصة رائعة في جوجل، و يعني لاحظوا لازلنا في، يعني لازال السهم موجود ولازال التحليل موجود. طيب سنقوم بإعادة التحليل لنريكم قوة ما نقدم. إخواني أخواتي، ما الذي قلنا في جوجل إذا تذكرتم؟
قلنا أن جوجل في اتجاه صاعد، يعطي قمة على من قمة وقاعة على من قاعة، صاعد قوي. كسرنا قمة المستوى 151 دولار، وبعد كسرها قلنا عندما تكتمل بنية هذه الموجة، عندما تكتمل بنية هذه الموجة سنبحث عن صعود، لأن هذه الموجة هي شوي قوية. سنبحث عفوا عن هبوط لتقفيل هذه الموجة. أولا ليس بالضروري نفس الطول، ولكن تقفيل يعني ممكن تصل إلى 90% من الطول، ليس بالضرورة 100% من الطول. وبعد ذلك يمكننا البحث عن الاستثمار في جوجل، وهذا قلنا قبل شهر. قبل شهر راح تقول لي يا أخي هناك أخبار أو هناك مشاكل في الشرق الأوسط، لذلك انهار جوجل، انهار السوق الأمريكي. يعني نحن نعرف ذلك قبل أن يحدث الأمر، انطلاقا من دراستنا للبنية. لذلك نقول لكم أن التحليل الموجي، قراءة الشارت بطريقة علمية منطقية، تفهم أين يتواجد البيج بوي، وتفهم ما الذي يريدون أن يقوموا به لكي ينزلوا سهما أو يصعدوا سهما، لكي يتلاعبوا بك. تلاحظون؟ إذا نحن عندما لاحظنا هذا الهبوط القوي، قوي بعض الشيء، لأنه هذه بداية الموجة، لاحظوا، لموجة قوية ليست بموجة تصحيحية، قلنا بعد اكتمال بنية هذه الموجة، وبالفعل اكتملت، هذا هو التصحيحات، هذه التصحيحات، موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة. بعد اكتمال هذه الموجة يمكن البحث عن الهبوط لأخذ نفس طول هذه الموجة، وهو الآن نازل بطريقة قوية، انهيار في جوجل. لكن هذا الانهيار ليس انهيارا على المدى الطويل، يعني انهيار فقط لأخذ تقفيل هذه الموجة. هل يمكن أن، يعني هل 100% سنحصل على نفس الطول؟ ليس 100%، لسنا، لأنه ابتعدنا بعض الشيء عن القمة، فبالتالي ليس بالضروري أن يعطيك نفس الطول، يعني يصل إلى مستوى 127 دولار، ليس بالضروري. فبالتالي يجب أن تراقب بنية هذه الموجة الهابطة، هي على أي بنية؟ هذه الموجة الهابطة هي على أي بنية؟ إذا كان هناك بعض الفرص الممتازة التي كان يمكن استغلالها، كان هناك فرصة في هذا النطاق، لاحظوا كان هناك نطاق هنا وكسر بقوة، كان يمكن استغلال هذه الفرصة، طلبتي يفهمون الأمر، كان كذلك هذا النطاق كان يمكن استغلاله كذلك مع الكسر هنا في منطقة تمركز الأموال كذلك. الآن عندك هذه الحركة، وعندك هذه الحركة، وعندك هذا التصحيح، يجب الآن، مستر بوم نزل كثيرا، يجب انتظار تصحيح، يجب أن يرتاح بعض الشيء. إذا أردت البحث عن النزول لمرة أخيرة لأخذ موجة دافعة أخيرة، تلاحظون؟ إذا جوجل دائما يعمل لنا هذا الرنين، تلاحظون لما يصعد يعود، إذا كانت هذه الحركة قوية نفس الشيء توقعناه، قلنا دائما يعمل رنين، لاحظوا هنا كذلك لما يعني يعطيك حركة قوية يصعد يكسر القمة ثم يعود، يعطيك حركة قوية يصعد يكسر القمة ثم يعود، هذا ما قلنا. وبالفعل هذا الذي حدث فقط بقراءة الشرط، نحن ليست لدينا معلومة عن ما يقع في الشرق الأوسط، وأنه سيكون هناك انهيار للأسهم الأمريكية أو انهيار للسوق الأمريكي بفعل الأشياء التي تقع الآن. لا يمكننا معرفة هذا الأمر، لسنا مطلعين وليست لدينا علاقات، ولكن نستطيع قراءة الشارت انطلاقا مما يحدث، انطلاقا من التصرفات التي يتصرف بها البيج بوي. إذا الآن إذا أردت استغلال جوجل لمرة أخيرة ربما لأخذ نفس الطول، نحتاج إلى تصحيح الآن هنا على فريم من 4 ساعات أو اليوم لنزول أخير. قد تكون هذه الموجة على شكل دبليو إكس واي، ربما إكس زد، قد تكون على شكل A B C، قد تكون على شكل يعني W X Y فقط مع نقص في الزخم، يعني تكون على هذا الشكل، تنزل بطريقة يعني تستمر في النزول الآن أكثر شوي، بعد ذلك تعطيك تصحيح بسيط، ثم تنزل مرة أخيرة مع نقص في الزخم، وفجأة بعد ذلك ترى صعودا ثم تصحيح، وهذا للشراء للاستثمار. إذا جوجل بعد أن يكمل هذه الموجة الهابطة، إذا قفل، إذا أعطانا هذا الطول أو قريب بنسبة 80-90% من هذا الطول، بعدها سنراقب بنية هذه الموجة كيف راح تكون، هل اي بي سي، هل دبليو اكس واي اكس، هل دبليو اكس واي. وبعد ذلك عندما يعطينا أن يقترب، يعني يقترب بعض الشيء، يصل إلى 130%، ونراقب البنية ونرى أنها بنية مكتملة، حينها يمكنني البحث عن الصعود،
وهذا الصعود سيكون ربما حتى إلى مستوى 161.8 في فيبوناتشي اكستنشن لكل هذه الموجة. لاحظوا معي إخواني إخواتي، لكل هذه الموجة من الأسفل. كمان خلينا نجيب الشرط هكذا من الأسفل. إذن سأخذ الفيبوناتشي اكستنشن هكذا، سنأخذه من هنا إلى هنا، ثم نعود هكذا، وسيكون هدفي هو مستوى 241 دولار. لكن كما قلت أحتاج أولا أن أحصل على هذا النموذج. قد يكون رانين كما أنه قد يكون اكسباند إخواني أخواتي، يعني قد ينزل إلى 55 إلى 75 دولار، وبعد ذلك سنرى ذلك الصعود. إذا الآن دورنا هو أولا مراقبة هذه الموجة، إذا أعطانا تصحيح آخر يمكن البحث عن البيع مرة أخرى لأخذ نفس طول الموجة، ونراقب الموجة. بدأت تعطينا إشارة للشراء، سنبحث عن الشراء الاستثماري والهدف 241 دولار. بدأت تعطينا تصحيحات للنزول، سنبحث عن النزول والنزول والنزول إلى أن نصل إلى الإكسباندينج. وبعدها سنبحث عن الإشارة للصعود بعد أن نراقب هذه الموجة التي ستنزل الآن للبحث عن الصعود. الآن هل أنا مهتم بالشراء الآن في منطقة ما؟ لا، أحتاج إلى أن يكتمل هذا النموذج، أحتاج أن يكتمل هذا النموذج. لحد الساعة هناك فقط موجة أولى، نحتاج إلى تصحيح، ثم موجة ثانية، ربما تصحيح آخر، ثم موجة ثالثة، وبعد ذلك يمكنك البحث عن الصعود إلى 250 260 دولار إذا أتيحت لك الفرصة. لاحظوا مرة أخرى التحليل الموجي والبرايس أكشن بطريقة منطقية، يعني ما أمامكم. راجعوا الفيديو قبل شهر وراجعوا هذا الفيديو، وستجدون أن هناك تطابق رائع وقوي، وأن ما توقعناه حصل لحد الساعة. أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الروبوت الناس المهتم بالسوق الأمريكي. تعرفون هذه التقنيات تستعمل في كل الأسواق، وأنا هو الدليل. يمكنك استعمالها في الفوركس، في الكريبتو، في المواد الأولية، في الأسهم، لأننا نعتمد على المنطق، نقرأ الشارت بطريقة منطقية، نفهم التلاعبات، نفهم البيج بوي أين يحضر، نفهم من الذي سيتغلب عليه، البيج بوي الشرائي أو البيج بوي البيعي، دون رؤية الأخبار، دون رؤية الأخبار، لأن الأخبار لا يمكنك أن تكون لديك معلومة عليها مسبقة. أنت لا تعرف ما الذي سيحدث إلا بعد أن يحدث الخبر. نحن نعرف ما الذي سيحدث قبل الخبر، هم يأتون بالخبر فقط لكي يسرعوا حركة السوق، افهموا هذا الأمر، يسرعوا حركة السوق. بالتالي أنا عندما أرى الشارت تكون لدي مؤشرات، هل انا ابحث عن تقفيل؟ هل هذه الموجه مكتمله؟ هل لا زال هناك بعض الهبوط قبل الصعود؟ هذه الامور تعطيني، هذا الشرط يعطيني اشاره، والاشاره التي حصلنا عليها لان هناك احتماليه تقفيل. كيف سيتقفل؟ هل سيخترعون لك اخبار لكي ينزلوا السوق؟ هل سيخترعون لك حرب لكي ينزلوا السوق؟ لا ادري، لكن سيكون هناك شيء ما يجعل السوق ينهار، وهذا الذي يحدث حاليا. لذلك ننصحكم بتعلم التحليل الموجي برايس اكشن، هو اللي راح يخليك تفهم بنية السوق بطريقة واضحة. أكيد الخبر مهم لأنه يسرع حركة السوق. إذا كنت أريد البيع لن أغير وجهة نظري لأن هناك خبر سيأتي، ولكن أستطيع أن لا أبيع إلى أن يأتي الخبر ويقترب دقيقة أو دقيقتين، وبعد ذلك أدخل قبل الخبر بدقيقة أو دقيقتين، وأكيد سيمشي الخبر مع تحليلي، لأننا نستعمل المنطق في التحليل لا نستعمل المؤشرات. لذلك ندعوكم إلى الاشتراك في هذا العرض. تريد أن تحترف التداول بطريقة علمية منطقية؟ لا يوجد أفضل من هذا العرض. عرض منطقي مكتمل بجزء نظري، جزء تطبيقي، بفيديوهات، بقناة تحليل يومية تساعدك على تحقيق الأرباح إن كنت جادا في التعلم، يعني فقط ب 197 دولار، يعني أقل بعشرة أضعاف من السعر الحقيقي لهذا العرض. معنا تتعلم، تطبق، وتحقق الأرباح في نفس الوقت. كان هذا هو تحليلي اليوم لجوجل، أتمنى لكم استفدتم من الدرس. لا تنسوا تفعلوا لايك، تضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن العلم نافع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.